مدارس الهدي المحمدي برنامج التعلم عن بعد لمادة رياضيات الصف الثامن، درس حجم المنشور ومساحة سطحه. معكم المعلمة روزان المسافة. نبدأ عزيزي الطالب بدرس حجم المنشور ومساحة سطحه. طبعا عندي هذا الدرس يحتوي على فكرتين، الفكرة الأولى إيجاد حجم المنشور، والفكرة الثانية كيف ممكن نوجد مساحة سطح المنشور، وإن شاء الله سنناقش في هذا الفيديو حجم المنشور. طبعا يمس بهمني ذكرك بتعريف المنشور، طبعا تم إيضاحه في درس الشبكات، ولكن هو مجسم يتكون من قاعدتين وأسطح جانبية مستطيلات. لاحظ أن التعريف ذكرت أنه عدد القواعد ثنتين، بس ما حددت لك شو نوعهم. ممكن يكونوا مثلثات، ممكن يكونوا مربعات، ممكن يكونوا مستطيلات أو شكل سداسي إلى آخره. أما الأسطح الجانبية فإجباري أن يكونوا مستطيلات. هسه إحنا عنوان درسنا بتخصص في دراسة المنشور الثلاثي، يعني ذو القائمة، عفوا ذو القاعدة المثلثة. فبحاجة إني أوجد قانون حجم المنشور استعانت في حجم متوازي المستطيلات، لأنه حجم متوازي المستطيلات بيساوي مساحة القاعدة ضرب الارتفاع. طيب يا مس، هسه متوازي المستطيلات هو أصلا منشور، ولكن قاعدته رباعية، وأنا زي ما حكيت لك أنا بدي أدرس المنشور الثلاثي، فبالتالي أنا باخذ نفس قانون حجم متوازي المستطيلات، راح يكون حجم المنشور الثلاثي هو مساحة القاعدة ضرب الارتفاع، ولكن بما أنه القاعدة مثلث راح آخذ مساحة المثلث اللي هي عبارة عن نص ضرب القاعدة ضرب ارتفاع هذا المثلث. خليني أذكرك بشغلة يا مس، إنه عندي الارتفاع تبع مساحة القاعدة هو ارتفاع القاعدة، أما في قانون حجم المنشور مساحة قاعدة ضرب ارتفاع، وبقصد بالارتفاع هذا هو عبارة عن ارتفاع المنشور. تمام يا مس؟ شوف معي المثال موضح أمامك، من خلالها إن شاء الله راح تفهم ما المقصود بحجم المنشور الثلاثي. لاحظ السؤال حكى لك ثلاثي، ثانيا عنوان درسك بيحكي عن الثلاثي، شكل القاعدة لهذا المنشور راح تكون مثلث. تمام؟ طيب طالب حجم المنشور، نحكي حجم المنشور بيساوي مساحة القاعدة ضرب الارتفاع، فأول خطوة أنا راح أعملها راح أوجد مساحة القاعدة، وهي اللي موضحة أمامكم يا مس. مساحة القاعدة قانون المثلث، مساحة المثلث نص ضرب قاعدة هذا المثلث ضرب ارتفاع هذا المثلث، فقاعدة المثلث 14، فراح أحكي نص ضرب 14 ضرب ارتفاع هذا المثلث، عفوا قاعدة 10. طبعا يا مس بتحلها، هنا في عندي في اختصار بواحد، وهنا عندي 7، وراح يطلع معانا 70 سنتيمتر مربع. بدنا ننتبه على الوحدة، المساحة بتكون الوحدة مربع، أما حجم المنشور يلا بس نطلع الجواب بننبهكم على هذه الوحدة. تحت القاعدة 70 ضرب، هي 70 بس، ضرب ارتفاع المنشور، هي ارتفاع المنشور ضرب 20، بيطلع الجواب معي 140 سنتيمتر مكعب. نبهكم على شغلة يا مس، بس لما بدك تحكي لطالب ارتفاع بيخطر في باله انه الشكل لازم يكون هيك يا مس، ارتفاع معناته اشي او مجسم واقف، هيك لازم يكون الارتفاع، فبيتلاحظ هنالك لبس لدى الطالب بين ارتفاع القاعدة وارتفاع المنشور. بس هذا المنشور لو بدك انت تعمل له يعني زي دوران، ويعني حطيناه بالوضعية الوقوف مثل ما نسميها، بتلاحظ انه 20 هي ارتفاع هذا المنشور، بس عملت له كمان دوران فصار عندي الارتفاع 20. فبالرجاء أن نميز بين ارتفاع القاعدة وما بين ارتفاع هذا المنشور. طيب نكمل مثال آخر حتى تتوضح عنا فكرة حجم المنشور. بس معك التدريب، تدريب رقم 1 موجود بالكتاب، جد حجم المنشور الثلاثي المجاور. بس مباشرة قانون حجم المنشور، بنكتب القانون وبعدين بنعوض في المعطيات الموضحة معك أمام الشكل.
هاي القانون يمس مساحة القاعدة ضرب ارتفاع المنشور. مساحة القاعدة هي قانون مساحة المثلث، رح نحكي نص ضرب القاعدة، هي قاعدة المثلث وهي ارتفاعها 12 سنتيمتر، ضرب ارتفاع المنشور اللي هو عبارة عن 9 سنتيمتر، والحجم بده يطلع معانا سنتيمتر مكعب. ننتقل للسؤال اللي بعديه. السؤال هو عبارة عن سؤال واحد من تمارينه مسائل، بحكي لك في منشور ثلاثي أطوال قاعدته على التوالي هي 6 8 10 سنتيمتر وارتفاعه 11 سنتيمتر، جد حجم هذا المنشور. طيب يا مسي، معلمناكم نكتب قانون حجم المنشور وبيطلع معانا الحل كالتالي: حجم المنشور يساوي مساحة القاعدة ضرب الارتفاع. نحكي ارتفاع المنشور. هسه مساحة القاعدة هي عبارة عن نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع. بدك تنتبه على شغلة، هسه أنا يمس آخذ 6 مع 8 ولا 8 مع 10، ولا على أي أساس أخذت أنا 6 و8؟ مش 6 اعتبرتها هي قاعدة هذا المثلث، وعندي 8 هي ارتفاع هذا المثلث، 10 ما أخذتها يمس، لأن هذا السؤال له مطلوب ثاني للمساحة إن شاء الله نحله بالفيديو القادم. طيب، لأنه هذا مثلث قائم الزاوية، لو حاولت اني ارسم هذا المنشور لانه درسك بده مثلثات قوائم الزاوية، عفوا قائم الزاوية، فبالتالي على سبيل المثال هنا 6 وهنا عندي 8 وهنا عندي 10، وزي ما حكينا بالحصص السابقة الوتر بيكون هو اطول ضلع في المثلث القائم، فانا بدي ارتفاع هذا المثلث وليس الوتر، فانا باخذ 8 وباخذ 6 في تعويض مساحة قاعدة هذا المثلث. وبنكمل الارتفاع المنشور، معطيك اياه بصيغة صريحة، ارتفاعه 11 سنتي واوجدت حجمه بيطلع معانا 264 سنتيمتر مكعب. تبع معي يمس بالسؤال الثاني. سؤال 2 من أسئلة المراجعة، أيضا يمس منشور ثلاثي قاعدته مثلث قائم الزاوية أطوال أضلاعه 5 و12 و13 وارتفاعه 10 سنتيمتر، أوجد حجمه. يعني يمس على نفس القانون بنخليه واجب بيتي عليك إنك تحل لي إياه من أسئلة المراجعة السؤال الثاني. وميز يمس أي طول ضلع من أطوال أضلاع هاي المثلث راح تعتبره الوتر وترفضه في تعويض مساحة هذا المنشور. نكمل هاي أسئلة خارجية يا مس، بنحاول إنه نوجد حجم كل من منشور مما يأتي. مس زي ما أنت شايف منشور ذو قاعدة مثلثة، بنكتب قانون حجم المنشور وبنعوض المعطيات الموضحة معك بالشكل، وراح يكون الحل كالتالي مثل ما هو موضح أمامك يا مس. اطلع معنا الجواب الأول 36 سنتيمتر مكعب، والمنشور الثاني هو عبارة عن 300 سنتيمتر مكعب، عفوا الوحدة هان بما أنه مستخدم مليمتر فبتكون مليمتر مكعب. نكمل السؤال اللي بعديه. انتبه معايا مس بالسؤال التالي، بحكي لك استعمل المعلومات الموضحة على الشكل أمامك وأوجد البعد المفقود. لاحظ معطيك الحجم ومعطيك قاعدة هذا المثلث ومعطيك ارتفاع المنشور. بس أنا بعوض تعويض مباشر بالقانون، الحجم هو عبارة عن 480، هسا مساحة القاعدة هي عبارة عن نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع، فعشرة ضرب الارتفاع مجهول بنسميه سين ضرب ارتفاع المنشور، ارتفاع المنشور هو 12، وراح يكون معانا الحل كالتالي: 8 سنتي. طبعا يا مس حليت نص ضرب 10 ضرب 12 تطلع 60، قسمت على 60 وأوجدت قيمة المتغير سين اللي هو بيمثل عندي طول قاعدة هذا المثلث. هيك يا مس بنكون أنهينا الجزء الأول من الدرس، ويعطيكم ألف عافية.